السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف، ونبدأ بأهم العناوين. البدء من المدى، تجدد التظاهرات والاعتصامات في ذي قار وإغلاق عدد من الدوائر. نطالع في الزمان، إحباط استهداف حقل نفطي والعثور على صواريخ معدة للإطلاق. في العربي الجديد، قياديون في المعارضة، إدلب قد تشهد تصعيدا كبيرا في الأيام القادمة. في موقع دوتشا فيلا الألماني، التيار المحافظ بإيران يريد السيطرة الكاملة على الحكم. BBC، إسرائيل حاولت اغتيال محمد ضيف مرتين في العدوان الأخير وفشلت. بوليتيكو، حركة التضامن مع فلسطين بين السود الأمريكيين لها تاريخ طويل وتسهم في تغيير الرأي العام. وفورين بوليسي، العلاقة الأمريكية الخاصة مع إسرائيل لا تساوي كلفتها الباهظة وحان وقت التغيير. الحشد وداعش عدوان في صداقة دائمة، هكذا عنوان فاروق يوسف، وقال اليوم إذ ينقلب الحشد في جزء من ميليشياته على الدولة بطريقة معلنة، وذلك باستعراضات بلهاء بحسب تعبيره، إنما يخرق تعهدا غير مكتوب كان عليه أن يلتزم به فهو موجود لأن نظام المحاصصة الطائفية قائم. ويقول الكاتب ماجد السامرائي، لقد تخلص الحرس الثوري الإيراني من مهمة ومكلفة تتمثل في الاتفاق على الميليشيات العراقية التابعة له، تحرر منها وبقيت تتبع أوامره من غير أن تبدي الدولة العراقية أي اعتراض يذكر، ولم تظهر استياءها من أن يكون جزء من جهدها العسكري تابعا لدولة أجنبية. كان داعش مناسبة وليس عدوا، الدليل على ذلك أن تحرير الموصل قد تم إرجاؤه إلى ما بعد 3 سنوات من احتلالها، وفي ذلك كان قرار داعش منسجماً مع القرار العسكري الأمريكي بتأجيل القصف الجوي، وهو قرار أريد منه إلحاق أكبر ضرر ممكن بأهالي الموصل والسماح للتنظيم الإرهابي بممارسة كافة أشكال العنف التي صارت بمثابة لازمة صورية للتعريف بالتطرف الإسلامي، وكانت جريمة تدمير الآثار العراقية جزءاً من مخطط محو الذاكرة العراقية. ذلك ما يمكن أن يشكل نقطة لقاء مشترك بين الولايات المتحدة وإيران. العراق مجرداً من وثائق تاريخه المادية، كما أن داعش قدم للطائفيين من الشيعة وبالأخص ممن اعتبروا الحشد خياراً تاريخياً لا يمكن التخلي عنه، خدمة عظيمة حين جر الآلاف من شباب المدن العراقية التي نكبت بسياسات العزل والإقصاء والإهانة وقوانين الإرهاب التي سنت من أجل الاعتقال والإعدام إلى إعلان عصيانهم وتمردهم، وهو ما استدعى تصفيتهم باعتبارهم بقايا داعش التي تهدد الأمن والاستقرار في العراق. لذلك يمكن النظر إلى ظهور داعش بين حين وآخر في أماكن متفرقة من العراق باعتباره ضرورة حشدية تبث الذعر في قلوب العراقيين ممن صدقوا الكذبة التي هي عنوان التناغم بين الحشد وداعش. كان داعش ضرورياً بالنسبة للحشد الشعبي الذي تغذي قسوته الإحساس لدى أهالي المدن ذات الغالبية السنية بالحاجة إلى داعش، هذا بحسب تعبير الكاتب، ولأن الحشد يرغب في أن تكون سلطته فوق القانون أي فوق الحكومة، فإنه يحرص على استمرار داعش لكونه تنظيماً خارجاً عن القانون، وهنا يتساوى الطرفان، نفعل ما تفعلون لكي نكون أقوى. هناك مئات الآلاف من الدوانم المخصصة للرعي في الأنبار ونينوى والنجف والمثنى والبصرة مستغلة من جهات ميليشياوية حشدية بعقود مزورة. تقوم هذه الجهات بحجزها بأسيجة وحرثها وبيعها بعقود غير رسمية أو التجاوز عليها.
هنا تقرير لصحيفة المدى يرصد سيطرة الحشد على مناطق في الأنبار ونينوى وصلاح الدين واستثمارها. في خلفيات المدن تقوم جهات متنفذة بالسيطرة بشكل تدريجي على مناطق الرعي والأراضي الصحراوية، وغالباً ما تقع هذه المناطق تحت سيطرة فصائل مسلحة. وأكد نواب وجود متنفذين يسيطرون على مئات الآلاف من الدنومات من شمال بغداد إلى أقصى الجنوب، ووزارة الزراعة أكدت الأخبار أيضاً. ويختلط عمل الفصائل في تلك المناطق بين المهام الأمنية والأنشطة الاقتصادية التي بدأت تظهر بشكل علني في السنوات الثلاث الماضية، وأبرزها تجارة الأراضي. يقول مصدر سياسي في الموصل إن الفصائل التي سيطرت في السنة ما قبل الأخيرة من التحرير تفرض طوقاً أمنياً على المناطق الصحراوية والحدودية وتمنع الوصول هناك. ويضيف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريح للمدى إن هناك أعمال تسييج وتعديل لبعض الأراضي، لكن حتى الآن لم نعرف سبب ذلك. وتسيطر الفصائل على مسافات طويلة من الشريط الحدودي المتاخم لسوريا والأردن والسعودية، وبدأت تمارس نشاطاً اقتصادياً بعد أشهر قليلة من إعلان النصر على داعش نهاية عام 2017. ويتابع المصدر: أغلب الفصائل تمنع إقامة أي مشروع اقتصادي أو زراعي إلا بموافقتها، والمستثمر يضطر للخضوع إلى شروط الفصيل لأنه بالنهاية هو الموجود على الأرض وهو من سيقوم بحماية المشروع. وأضاف تقرير المدى منذ أشهر تقيد تحركات الرعاة في الأنبار مع حصولهم على موافقات رسمية ويبعدون من بعض المناطق المخصصة لمهنة الرعي والثروة. وللرعي الحيوانية في الأنبار أيضا هي مهددة بالانقراض بسبب منع الرعاة من العمل في مناطق مجهزة رسميا من وزارة الزراعة، مما أدى إلى هجرة الرعاة إلى المدينة بشكل كبير. لا يستطيع الرأي العام أن يبقى تحت أنقاض الهول صامتاً أو متفرجاً على ما يحدث من مآس ومعاناة يعيش أبناء المجتمع العراقي، والكوارث تزداد يوماً بعد يوم، والمواطن يتابع المعلومات المؤلمة والأخرى الفاجعة التي هزت الدنيا في احتراق مستشفى ابن الخطيب. تتحمل الدولة بشكل تام وبكل مؤسساتها من دون استثناء مسؤولية هذه المصيبة. إذن عن الفساد كتب جواد تونسي في موقع الكتابات. الفساد في العراق هي هواجس موجودة في أذهان الأغبياء، ويشمل البعض من الشق السياسي للدولة، أي الحكام أو أعضاء البرلمان أو قادة الأحزاب السياسية وغيرهم. إساءة استخدام المنصب العام لتحقيق مكاسب خاصة وشخصية، وهو في استغلال السلطة من أجل الحصول على مصالح شخصية لأحزاب ما أو لجماعات معينة. ولا شك فإن القوة تؤدي إلى الفساد، وبلغت مستويات الفقر درجات مهولة، والبطالة تضرب بقوة كل مفاصل المجتمع الكسيح، ويحولون هذه الظاهرة بأفعالهم الخسيسة إلى مشاريع نهب حقيقي، ممثلين بأحزاب ومكونات وهيئات تابعة لأحزاب السلطة، بنظام حكم يوزع حصص البلد المالية على منتسبي فلوله الشريهة ومكوناته الفاسدة. وبروز هذه الظاهرة بشكل علني بفرسانها ومافياتها ولصوصها الذين يعرفهم القاصي والداني دون اتخاذ الإجراءات التي توقف هذا النزيف المهول. والقوة المطلقة تؤدي إلى الفساد المطلق، وإلى وجود عمالة وهمية متغيبة تصرف لهم مستحقات دون عمل، ورشا في العقود وتزوير الشهادات العلمية، إلى إضعاف فاعلية الإنفاق المرتبط بالتعلم، كما تؤدي الرشوة والاحتيال في شراء الأدوية أو المعدات الطبية إلى خفض معدلات البقاء على قيد الحياة والحد من قدرة الأطفال على النمو والازدهار.
وتتعدد مظاهر الفساد السياسي في السيطرة والهيمنة للسلطة التنفيذية على باقي السلطات، مما يسمح لها بأن تقوم بأعماله من دون أي اعتبار للحاجة الفعلية للدولة، إنما من أجل تغذية الأحزاب والكيانات السياسية المشاركة في الدولة. التيار المحافظ بإيران يريد السيطرة الكاملة على الحكم، إذ نشر موقع دوتشا فيلا الألماني تقريراً تحدث فيه عن الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي من الواضح أن مرشحي التيار المحافظ المتشدد في إيران يسعون إلى تصدرها. مجلس صيانة الدستور يتكون من 12 عضواً، نصفهم فقهاء تم تعيينهم من طرف خامنئي، أما الستة الباقون فهم أساتذة قانون يعينهم رئيس السلطة القضائية الإيرانية ويوافق عليهم البرلمان، وتم تعيين ثلاثة منهم من رئيس القضاء الحالي إبراهيم رئيسي في سنة 2019، ويريد رئيسي الآن أن يصبح هو رئيس إيران، وقد زادت حظوظه في تحقيق ذلك بعد استبعاد علي لاريجاني. إن استبعاد لاريجاني دليل على أن جوهر النظام السياسي في إيران الخاضع لإشراف المرشد الأعلى قائم على الطاعة المطلقة ولا يتسامح مع النقد مهما كان نوعه. ويرى الخبير الإيراني والعالم السياسي علي فتح الله نيتشاد أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون مهزلة أكبر من انتخابات السنوات السابقة، وذلك بعد استبعاد المرشحين ذوي التوجه المعتدل وعلى رأسهم علي لاريجاني، في ظل تنصيب رئيس متشدد سيكون للقوى الرئيسية المحيطة بالحرس الثوري تأثير سياسي أكبر مما كانت عليه في الماضي، وهذا من شأنه أن يمنحهم نفوذاً أكبر في مجالات أخرى مثل الاقتصاد. ويبدو أن المحافظين يسعون إلى الاستيلاء تماماً على مقاليد الحكم بصرف النظر عن مدى خيبة أمل الناخبين أو مدى انخفاض نسبة الإقبال على التصويت التي قد تصل إلى 30%، وذلك وفقاً لاستطلاع أجراه التلفزيون الإيراني في شهر أيار الحالي. نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً للصحفيين جوليان بارنس وديفيد سانجر، قال فيه إن دعوة الرئيس بايدن للمسارعة لفهم وصول جائحة فيروس كورونا في غضون 90 يوماً قد جاء بعد أن أخبر مسؤولو المخابرات البيت الأبيض بأن لديهم مجموعة من الأدلة التي لم تفحص بعد والتي تتطلب تحليلاً إضافياً قد يلقي الضوء على اللغز، وفقاً لمسؤول كبار في الإدارة الأمريكية. قال مسؤولو الإدارة إن البيت الأبيض يأمل في أن يساهم حلفاء أمريكا بقوة أكبر في استكشاف جاد لنظرية كانوا يعتبرونها حتى الآن غير محتملة، وفي أسوأ الأحوال نظرية مؤامرة. وحتى الآن لم تسفر الجهود المبذولة لجمع الأدلة من الاتصالات المعترضة داخل الصين، وهو هدف معروف بصعوبة اختراقه، عن نتائج تذكر. ويقول مسؤولو المخابرات الحاليون والسابقون إنهم يشكون بشدة في أن أي شخص سيعثر على بريد إلكتروني أو رسالة نصية أو مستند يظهر دليلاً على حادث معمل نقلت إحدى الدول المتحالفة معلومات تفيد بأن 3 عمال في مختبر ووهان الفيروسي تم نقلهم إلى المستشفى بأعراض خطيرة تشبه أعراض الإنفلونزا في خريف عام 2019. وتعتبر المعلومات حول العمال المرضى مهمة، لكن المسؤولين حذروا من أنها لا تشكل دليلاً على إصابتهم بالفيروس في المختبر، ربما أحضروه هناك. وبدأت الجهود المبذولة للكشف عن وصول فيروس كورونا منذ أكثر من عام في أثناء إدارة ترامب، ولكن بعض المسؤولين كانوا حذرين من دوافع الرئيس دونالد ترامب
بحجة أن اهتمامه بوصول الوباء كان إما إبعاد اللوم عن طريقة تعامل إدارته معه وإما معاقبة الصين. تحت عنوان نعرف الاحتلال، تاريخ التضامن السعودي الأمريكي الطويل مع الفلسطينيين، نشرت مجلة بوليتيكو تقريرا تساءل فيه سام كلاغ عن دور حركة حياة السود المهمة في حرف نقاش حول نزاع يدور آلاف الأميال بعيدا عن أمريكا. فنتابع التفاصيل. استطلاع رأي لمعهد جالوب أظهر أن غالبية الديمقراطيين تطالب الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل أكثر من الفلسطينيين لحل النزاع، وهي أعلى نسبة تسجل منذ بداية جالوب متابعة هذا السؤال عام 2007. ولعب ناشطو حركة حياة السود مهمة دوراً في حشد الدعم وتنظيم الاحتجاجات في كل أنحاء أمريكا. وقال ناشط في الحركة في نيوجيرسي: نعرف الاحتلال ونعرف الاحتجاج ونعرف وحشية الشرطة. ويرى المعلقون الذين يمدحون أو يندبون هذا التحول أنه راجع إلى حركة حياة السود مهمة التي شجعت الأمريكيين للنظر إلى الوضع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال منظور العدالة العرقية، وفي الوقت الذي رفض فيه أمريكيون وأنصار إسرائيل هذا التأطير وحاولوا تصوير الحرب الأخيرة على غزة بأنها رد إسرائيلي مشروع ضد الصواريخ من غزة، إلا أنه من الواضح أن الكثير من الأمريكيين باتوا ينظرون إلى الأمر بطريقة مختلفة. أضاف الكاتب أن العنف الذي اندلع في فلسطين أدى إلى تنشيط حس التضامن القوي للسود الأمريكيين مع الفلسطينيين، من لاعب كرة السلة في بروكلين نتس كيري إيرفينغ إلى الممثلة فيولا ديفيس، اللذين كانا من الداعمين الأقوياء للفلسطينيين. في تقرير لصحيفة نيويورك تايمز من مراسليها منى نجار وأدم ماسجون ومنى بوشناق، حاول هذا التقرير رسم صورة قريبة من المجزرة الوحشية التي تعرض لها الأطفال على يد العدوان الصهيوني. وذكر التقرير أن الآباء وصفوا شعورهم بعبارة بسيطة عندما طلب منهم وصف مشاعرهم، وهي إنها إرادة الله، هكذا قالوا، وكان صوتهم أقرب إلى الهمس. ومع كلمات لا تنقل الاستسلام تحدثوا عن أحلام أطفالهم الشهداء في أن يصبحوا أطباء وفنانين وقادة. وتروي الصحيفة أنه بعد دقائق قليلة من بدء أول غارة جوية للعدوان الصهيوني على غزة المحاصرة، استشهد الطفل براء الغربلي الذي لا يتجاوز عمره 5 سنوات في جباليا بغزة. استشهد أيضا في الضربة نفسها طفل مصطفى عباد 16 عاما مساء يوم 10 من شهر أيار، لتليهم قافلة من الشهداء الصغار وطيور الجنة مع استمرار العدوان الصهيوني الوحشي. في الوقت نفسه تقريبا استشهد 4 أطفال من أبناء عمومة في قصف صهيوني على بيت حانون وغزة. ابقى الآن مشاهدينا الكرام مع مجموعة من الرسوم الكاريكاتيرية.
بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله تعالى صدى أقدام جديد من الرافدين في رعاية الله.